يبقى انت، انت يا فاسر انت كنت عايز تشتغلني انا؟ والله انا ما عملتش حاجه بمزاجي، فرح هي اللي متفق معايا لكل حاجه وهي اللي قايله لي اعمل كده. كذاب، بنتي مش ممكن تعمل كده، بنتي متربيه. ما كنتش مصدقه ان في حد اتصل بيا وقال عايز 5 مليون فديه. الحمد لله تاني مره ربنا يسر الحقيقه. مين ياض اللي اتكلم من عندك وقال ان انا بنتي مخطوفه؟ مين؟ ده واحد صاحبي. واحد صاحبك؟ اه. ده انا هطلع عين اهلك انت وصاحبك وكل قرايبك. الكاميرات جايباك ياض وانت على الموتوسيكل ومخبي النمر. يا سعاده الباشا، الواد ده انا شفته كام مره، منهم المره اللي انا قلت للمدام عليها. هو انت يا ولد انت ديلر ولا انت زميلها في المدرسه؟ لا لا، ديلر ايه، ديلر ايه، انا زميلها والله، زميلها في المدرسه، انا ما عملتش حاجه. طب بص بقى، فرح دي تنسى اسمها، ما تعرفهاش. حاضر. ما شفتهاش، احنا صفرناها خلاص، يعني مش وارد انك انت تقابلها. واذا شفتها بالصدفه البحته للخلف دور ومالكش دعوه بيها. ماشي. اذا اتكلمت معاها كلمه واحده، كلمه واحده هجيبك.